أصدقائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعلمون، آخر فيديو نشرناه على القناة هو فيديو لمسابقة، أو بمعنى آخر قمنا بتنظيم مسابقة حيث أن كل فائز في هذه المسابقة سوف يربح 25 دولار. أكثر من ذلك، معنا 4 فائزين، وأكثر من ذلك أن هذه المسابقة مسابقة سهلة جدا، لا تتطلب منك سوى القيام بتعليق عشوائي كيفما كان نوع التعليق، ومع الأشياء البسيطة مثل لايك ومشاركة ليس إلا. نعم إخواني، طبعا الحال كنت متحمس جدا وسعيد لهذه المسابقة، لأنه أعلم أنه سوف يكون معنا 4 فائزين، يعني ربما ستدخل نوع من الفرحة والسرور إلى هؤلاء الأشخاص، ربما قد تكون سبب في مساعدتهم في تحقيق بعض الأشياء البسيطة التي يطمحون لها. لكن للأسف هذه الفرحة لم تدم طويلا، بل انقلبت إلى العكس. نعم إخواني، صراحة ندمت جدا على هذه المسابقة. لماذا؟ لأنه ببساطة قد تم حظر صفحتي على الفيسبوك، يعني تم حظرها بشكل نهائي. يعني إن بحثت الآن عن صفحتي لن تجدها، أو سوف تجد بعض الصفحات المزورة التي تشبهها. لماذا حدث ذلك؟ لأنه ببساطة هناك مجموعة من الأشخاص قاموا بالتبليغ عن صفحتي على الفيسبوك، قاموا بالتبليغ عنها لدى إدارة اليوتيوب على أنها صفحة تحتوي فيديوهات للعنف والمجموعة من الأشياء الخطيرة جدا. بطبيعة الحال إدارة الفيسبوك عندما تتلقى مجموعة من الشكاوى لن تتردد في حذف صفحتك على الفيسبوك، وهذا ما حدث معي بالطبع. السؤال الآن، أنا أخاطب الآن تلك الفئة التي قامت بعمل لا أعرف شكوى على صفحتي أو ما إلى ذلك، ماذا بعد؟ ماذا ربحتم من كل هذا الأمر؟ صراحة أمر يحير جدا، كيف أنك تقوم بعمل شيء جميل أو شيء يعني إيجابي وليس سلبي من أجل مساعدة مجموعة من الأشخاص، وفي المقابل هؤلاء الأشخاص يردون لك الأمر بالعكس. أنا أرى صراحة أن من أكبر أسباب تخلف المجتمعات العربية هو مثل هذه الأمور، يعني نحن العرب نضمر لبعضنا البعض الكراهية والحسد والغيرة ومجموعة من الأشياء الخطيرة جدا. لكن في المقابل أنا أعلم أن هناك فئة أخرى، يعني فئة واعية، فئة عاقلة، فئة تبحث عن العلم، فئة تحب الخير للناس. هذه الفئة هي التي تشحننا بالطاقة. نعم، السؤال الآن هو لهؤلاء الأشخاص، ما السبب الذي يجعلكم تقومون بمثل هذه الأمور؟ يعني هل قمت بعمل غير صحيح؟ هل ترون في بعض الأشياء الغير مناسبة؟ هل سئلتم مني؟ هل تريدون أن أختفي؟ إذا كنتم تريدون أن أختفي من الويب بشكل نهائي كما فعل مجموعة من الأشخاص، أقسم لكم بالله أنني سوف أقوم بذلك، فقط أطلبوا مني عفوا ذلك في التعليق. نعم، عموما رغم ذلك المسابقة بطبيعة الحال ما زالت مستمرة، لأنه الصفحة ما زالت تظهر لي، يعني كأدمين أنا الوحيد الذي تظهر له الصفحة وتظهر لي المنشورات، رغم أن التعليقات قد توقفت منذ تم حظر الصفحة. بطبيعة الحال سوف نقوم باختيار 4 فائزين كما وعدتكم. بطبيعة الحال الأمر الذي يجعلني كل يوم أستمر في هذا المجال ليس لأنني أرغب في الربح المادي أو ما إلى ذلك، بل لأنني أعرف أن هناك مجموعة من الأشخاص تبحث عن العلم والتعلم. يعني مثلا لو قمت أنا بمشاركة معلومة جيدة وقام الشخص الآخر بمشاركة معلومة أخرى جميلة، والشخص الآخر، ما الذي سوف يحدث؟ الجميع سوف يستفيد، المجتمعات سوف تتقدم. يعني نحن متأخرون، نحن العرب يا إخواني متأخرون جدا. الغرب جالوا في الفضاء، اخترعوا أشياء رهيبة، وصلوا إلى مستويات عالية في العلم، في الطب وفي كل شيء. نحن العرب ما زلنا متخلفين آلاف السنين، ما زلنا نبحث عن الرقص والغناء والفضائح إلى غير ذلك. لماذا ذلك يا إخواني؟ من فضلكم. عموما إخواني، ما سوف أقول لكم هو أنه كل يوم أستمر في هذا المجال لدي هدف أساسي واحد، وهو أن أحاول مشاركة كل ما أعرفه، أحاول نشر المعرفة والتوعية لكل إخواننا العرب، لا سيما الفئة الصغيرة، يعني الأعمار الصغيرة التي ما زالت لا تفهم شيئا في هذا العالم وتحاول أن تستوعب وتفهم والكثير من الأشياء. نعم، إذن إخواني أنا آسف جدا كل ما حدث. إذن كما وعدتكم ابقوا معي لنتعرف على 4 فائزين. إذن دعونا الآن نمر إلى الحاسوب من أجل اختيار 4 فائزين كما وعدتكم.
كما ترون إخواني هذه هي صفحتي على الفيسبوك أو صفحتي الرسمية. لاحظوا معي إذا ضغطنا هنا هكذا ثم سوف نضغط على عرض جزائر للصفحة، يعني كيف ترون أنتم الصفحة. وكما ترون تظهر هذه الصفحات غير المنشورة للأشخاص الذين يديرونها فقط، يعني أنا يعني مدير للصفحة، ولن يكون بإمكان الزائرين رؤية صفحتك لحين نشرها، أو بمعنى آخر يقصد بنشرها يعني إزالة الحظر عليها، يعني بأن صفحتي محظورة ولا يمكن أن تظهر لأي شخص غيري. وكما ترون هذه هي أولى الرسائل التي تلقيتها من إدارة الفيسبوك، والتي تعلن بأن صفحتي قد تم حظرها بسبب احتوائها على مقاطع أو مشاهد تنتهك مجموعة من الشروط مثل العنف وغيرها من الأشياء، علما بأن صفحتي لا تحتوي على أي مشاهد مثل هذه الأمور. كما تلاحظون هذا هو فيديو المسابقة الذي نشرته على قناتي بطبيعة الحال. لاحظوا معي عندما سوف ننزل ونضغط على الصفحة لكن باستعمال حساب فيسبوك آخر غير حساب الأدمين الرئيسي الذي أستعمله. لاحظوا معي تظهر لي رسالة: عذرا هذا المحتوى غير متوفر الآن، يعني أنه قد تم حظر الصفحة بشكل نهائي. كما ترون هذا هو منشور المسابقة على صفحتي في الفيسبوك. بطبيعة الحال تم وصول هذا المنشور للكثير من الأشخاص، وللأسف هذا المنشور يظهر لي شخصيا فقط ولا يظهر للزائرين الآخرين. سوف أضغط على المنشور، بعد ذلك سوف أقوم بنسخ رابط المنشور هكذا، ثم أتوجه إلى موقع اختيار التعليقات بشكل عشوائي أو روبوتي مثل موقع راندوم كومون سبيكر فيسبوك المعروف جدا. أقوم بنسخ رابط المنشور هنا. طب الحال أقوم بهذا الاختيار حتى أضمن عدم تكرار المستخدمين، حتى لا يكون هناك نفس الفائز كل مرة. ثم نضغط على سيرش. الآن يتم احتساب عدد التعليقات الإجمالي، كما ترون العدد في استمرار 3000 3500 والأرقام في تزايد مستمر. والآن قد انتهى العداد. طبعا الحال عدد التعليقات الغير مكرر، يعني ليس هناك مستخدمين مكررين، هو 1555. ثم سوف نضغط على ستارت من اجل اختيار فائز بشكل عشوائي. الان تتم المسابقة في انتظار اختيار الفائز الاول، والفائز الاول هو ما يسمى بسيمو، لا اعرف ما هذا الاسم. طبعا الحال تعليقه هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا الحال هذا التعليق الجميل قد اتى باكله. سوف اضغط على الفائز. وكما ترون هذا هو الفائز، كما ترون هذا هو التعليق الخاص به رغم ان الانترنت بطيء نوعا ما. سوف اقوم باظهار صفحة الفائز، هذه هي الصفحة. اذا كما ترون هذا الشخص سبق وارسل لي طلب صداقة، لكن للاسف لا اقوم بقبول طلبات الصداقة لانها كثيرة جدا. قمت بتأكيد الطلب، بعد ذلك سوف أقوم بنسخ هذه الرسالة: مرحبا أخي أنا محمد أجدور كذا 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 كذا، يمكنك وقف الفيديو لقراءة الرسالة. أقوم بنسخها ثم أتوجه إلى الفائز، أقوم بإرسال الرسالة إليه هكذا. إذن في انتظار أن يتم الرد من طرف هذا الفائز سوف أقوم بإرسال الرسالة. والآن هذا هو الفائز الأول. الآن سوف نقوم باختيار فائز ثاني، سوف نضغط على pick another winner أو اختيار فائز آخر، ثم نضغط على start. الآن يتم اختيار الفائز الثاني، من هو سعيد الحظ هذا؟ والفائز هو الأخ محمد ياسر، تعليقه هو من نجاح إلى نجاح إن شاء الله، يعني تعليق إيجابي يستحق الفوز. سوف أضغط على الفائز هكذا. وهذا هو تعليق الفائز كما تلاحظون. سوف أظهر صفحته الشخصية من أجل مراسلته. للأسف الاتصال أو الانترنت ضعيف نوعا ما. إذن هذا هو الفائز الثاني، سوف أقوم بإضافته كصديق ثم أقوم بإرسال رسالة إليه. يعني نفس الرسالة ثم أقوم بإرسالها. إذن الآن سوف نقوم باختيار الفائز الثالث.
إذن مرة أخرى سوف نضغط على pick another winner أو اختيار فائز آخر ثم start. والآن من هو سعيد الحظ معنا؟ والفائز هو الأخ أنس الزروالي. تعليقه هو نتمنى أن نربح بالمغربية أو معنى آخر أتمنى أن أربح. سوف أضغط على صاحب التعليق. وكما ترون هذا هو صاحب التعليق الأخ أنس. سوف أقوم بإظهار صفحته الشخصية. إذن هذه هي صفحته كما ترون. سوف أقوم بإرسال نفس الرسالة إليه. يعني هذه هي الرسالة. إذن هنيئا أخي أنس. إذن بعد ذلك سوف نمر إلى اختيار فائز أخير معنا. وللأسف أثناء اختياري للفائزين اخترت الأخ خالد بومسرف، لكن للأسف تفاجأت أن الفيديو قد انقطع، يعني أن الحاسوب قد علق ولم يكن يسجل لنا الفيديو. رغم ذلك سبق وقمت بإرسال الرسالة إليه. يعني يأتي أو يكون أمر سيء جدا أن ترسل لشخص رسالة كهذه لتسعده وبالتالي ترسل له رسالة مرة أخرى تقول له نعتذر عن الخطأ وما إلى ذلك. يعني حتى أضمن الشفافية والمصداقية هناك حل واحد فقط، وهو أن يكون هناك 5 فائزين بدل 4 فائزين عفوا. يعني أن هذا الأخ رغم أنني لم أصور عملية الإرسال أو عملية اختياره كفائز إلا أنه يعتبر فائز. الآن سوف أقوم باختيار فائز آخر. طبيعة الحال سوف أضغط على ستارت. والفائز هو الأخ عبد الإله الوفي، وهذا هو تعليقه كما ترون. أب سوف أضغط على الفائز. إذن هذا هو الفائز. سوف أقوم باختيار أو فتح صفحته الشخصية. إذن هذا هو الفائز معنا. إذن كالعادة سوف أقوم بإضافته كصديق ثم أقوم بإرسال نفس الرسالة إليه. سوف أتأكد من نسخي للرسالة. إذن مبروك عليك الأخ عبد الإله. إذن انتهينا من اختيار الفائزين. للأسف إخواني تمنيت لو فاز الجميع، لكن تعرفون أن الأمر مستحيل وخارج تماما عن إرادتي. عموما إخواني بمجرد أن أتلقى رد من الأشخاص الفائزين سوف أقوم بتحويل المال المطلوب إليهم. طبعا حال عملية تحويل المال سوف تكون يعني مصورة أمام الكاميرا حتى أضمن طبعا حال الشفافية والمصداقية، لأن المصداقية هي أهم شيء طبعا حال. عموما إخواني شكرا لمن قام بمساندتنا من قريب أو من بعيد. لقاؤنا يتجدد في حلقة مقبلة إن شاء الله. كونوا في الموعد.